في ندوة هامة شارك بها عدد من قادة الرأي والفكر وبتنظيم من منتدى الوسطية، أجمع المتحدثون على ضرورة تعريف الأجيال من مختلف الأعمار بخطورة إساءة استخدام وسائل الفضاء الإلكتروني المفتوح الذي أصبحت تستخدمه الجماعات الإرهابية لبث المعلومات والأخبار التي تعمل على نشر الفكر الضلالي. وناشد المنتدى عموم الآباء والأهالي والأسر للتنبه من هذا الوباء ومواجهته بكل اهتمام وحذر قبل تحقيق مراميه الهادفة إلى زرع ثقافة الكراهية بين كافة أبناء المجتمع. هذه الوسائل الإلكترونية بحاجة إلى توعية لكيفية استخدامها بحيث تنعكس على أمن الأسر والأفراد والمجتمعات ونتلافى السلبيات، إضافة إلى أن الحركات المتطرفة أصبحت تحترف تجنيد الشباب من خلال هذه الوسائل خدمة لأجندات عالمية ودولية يمكن أن تصب في نقل الخراب والدمار إلى المجتمعات العربية والإسلامية وخدمة السياسات الصهيونية التي تتحكم في المنطقة بشكل عام. لذلك يأتي هذا الحديث عن دور الفضاء الإلكتروني للتأكيد على أهمية توظيف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي توظيف إيجابي والتحذير من خطر التسويق السلبي لهذه الوسائل في كافة جوانب المجتمع والتأكيد على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لوسائل التواصل الاجتماعي. وبين المتحدثون في الندوة أن الإرهاب الإلكتروني هو من أخطر أنواع الإرهاب في العصر الحاضر، لافتين إلى أن الأهداف التي يسعى الإرهاب الإلكتروني لتحقيقها تتمثل في إثارة الرعب والخوف بين الأشخاص والعبث بالنظام العام. إذا قلنا عن إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي فهي كبيرة جدا، هي تنمي وتطور الذات وتحقق الإبداع، تساعد طلاب العلم، تتابع آخر المستجدات في كل أنحاء العالم، تلاقي أصحاب الاهتمامات، ولكن إذا استخدمناها بشكل سلبي فستكون النتيجة عكسية، وهذا ما حصل. هناك نحو 49 ألف تغريدة يوميا تتصف بالإرهاب والعنف على مواقع تويتر تحديدا. تبث التنظيمات الإرهابية 170 تغريدة كل 5 دقائق، يعني كل 5 دقائق 170 تغريدة إرهابية يوميا. جمهور الحاضرين في الندوة الذين يمثلون مختلف الشرائح الفكرية والثقافية والحزبية طالبوا من خلال هذه الندوة عامة الناس بتوحيد جهودهم في مكافحة هذه الآفة الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي. أنه بحاجة أن نبادر قبل أن تقع المشكلة مع الأبناء والبنات بتفقد وتتبع السلوك اليومي بشكل مستمر وقراءة التغيرات التي طرأت على هذا السلوك، سواء كان سلوك منحرف لا قدر الله أو سلوك منحرف اتجاه التطرف. لازم تتغير أسلوب الثقافة المتبع، وهذه مسؤولية وزارة الثقافة. ووزارة الثقافة أنا مبسوط من اللي سمعته الآن إنه أصبحت مظلة لتجميع كل الفعاليات اللي بتوقف أمام الوسائل اللي إحنا لازم نتبعها، كان في مدارسنا ولا كان في مساجدنا ولا كان في أمتنا ولا كان في كذا. والجريمة الكبرى الحقيقية إنه بدل الإرهاب يوصف بالإسلام وتغير مفهوم الجهاد المقدس عند الناس إلى مفهوم إرهابي، إلى مفهوم إجرامي، إلى مفهوم غير مسموح فيه، غير مسبوق. ولذلك هذه مسؤولية الجميع ومسؤوليتنا كلنا إنه إحنا نتحد وتكون تحت ضبط دولي، تحت ضبط منهجية دولي، تحت ضبط ثقافة عامة للدولة وللمجتمع الأردني بشكل عام. بتوقع هذا هو الأسلوب اللي لازم نتبعه الآن.